هاتي المسارات يجب أن نجتازها بسلاسة. هلو، قبل أن نبدأ هذا المقطع خلوني نوصل هذا الفيديو. إذا مرحبا بكم في المرحلة السابعة، تابعوا معنا هل سوف نجتاز المرحلة بهدوء. إذا هاتي هي السيارة والليفل السابع، يعني شوفوا هنا، هاتي المسارات يجب أن نجتازها بسلاسة. لف على اليمين، سير يا سيارة، هذا الحائط هنا يجب أن نجتازه، لا يجب أن نمس هذا الحائط. لف على اليمين مجددا، أي خطأ سوف نخسر اللعبة، يجب أن نتبخى الحذر. هنا ننزل، يجب كاد أن يمسنا هذا الحاجز، لو مس السيارة سوف نخسر، ولكننا هل سوف تمر؟ لا، يجب أن نرجع إلى الوراء قليلا ثم ننطلق مجددا. هل سوف نصل إلى خط النهاية؟ وصلنا، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.